pero mes ami mi es nos tiro es mo e chois maro es mo e lo que genila os tiro je apet nai tagro e rei e bon o temet mi ente e chois chocha e me ami Alleluia. Yeah.
Yeah.
Oh,
كل واحد منكم بعضكم لبعض تزدادوا حتى إننا نحن أنفسنا نفخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم وشدائدكم التي تحملتمونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتعبون إذ هو حكم عدل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا وأنتم أيها المتضايقون يريحكم معنا عند استعلان ربنا يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون كلام إنجيل ربنا يسوع المسيح هؤلاء الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلنا إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم أيضا فيه على حسب نعمة إلهنا وربنا يسوع المسيح نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي آمين. The Catholic Epistle from the first epistle of our teacher Saint Peter, his blessings be upon us all, amen. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in licentiousness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was preached
also to those who are dead, that they be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers, and above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. As each one had received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Do not love the world nor the things which are in the world. The world shall pass away and all its desires, but he who does the will of God shall abide forever. Amen. الإبراكتيس من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بالروح القدس بركة وصلواتهم وطلباتهم تكون معكم يا أبائي وإخوتي أمين. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم ألقيتم أيديكم عليه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود لهذه الأقوال، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يعطونه. فلما سمعوا هذا الكلام صروا بأسنانهم عليهم، وكانوا يريدون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالييل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرجال قليلا إلى خارج. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم، لأنهم قبل هذه الأيام قام تداوس قائلا عن نفسه أنه شيئا الذي أتاه عدد من الرجال نحو 400،
الذي قتل وجميع الذين انقادوا له تبددوا وصاروا لا شيء. وبعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب واكتذب وراءه شعبا كثيرا، فهذا الآخر هلك أيضا، وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددوا. والآن أقول لكم ابتعدوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم، لأنهم إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقدوا، وإن كان من الله فلا يمكنكم أن تنقدوه لئلا توجدوا مقاومين لله. فأطاعوه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصاهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام وجه المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعزز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. اليوم 17 من شهر خرطوم المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا ونحن مخفو الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب. يا آب أخوة الجميع، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 123 للشهداء 407 تنيح القديس يوحنا زابيل فم بطريرك القسطنطيني. ولد هذا القديس في سنة 347 من أب شريف اسمه إسكندوس، كان قائدا في الجيش، وأمه تقية اسمها أنثوسة. مات أبوه وهو طفل وترك والدته وسنها 20 سنة، وكرست الأم التقية حياتها لتربية طفلها، فشب على التقوى كل فضيلة مقدسة، واجتهدت في تعليمه فأرسلته إلى الفيلسوف ليبانيوس الأنطاكي. فنبغ يوحنا في هذه العلوم، ثم درس القانون وعمل محاميا. زهد بعد ذلك في أمور العالم وتفرغ لدراسة الأسفار الإلهية، واهتم باقتناء الفضائل المسيحية، ثم عزم على اعتزال العالم تبعا لمشورة صديقه المحبوب باسيليوس. ولكن الحاح والدته جعلها يعزل عن هذا الفكر، فعكف في مقر سكنه على سيرة النسك والعبادة، ثم انفرد في جبل قريب من مواظبا على دراسة الكتاب المقدس مع التقشفات الشديدة. ولكنه لاعتلال صحته اضطر أن يعود إلى أنطاكيا، وارتقى إلى درجة الكهنوت وكان يعز في الكنائس، فزع عصيفة فصحته وروحانيته، فانتخبوه بطريركا للقسطنطينية سنة 398 ميلادية في عهد أركاديوس الملك. فظل القديس يجاهد في تعليم شعبه ويوبخ المخالفين، خصوصا السيدات المتبرجات في ملابسهن لكي يلتزمن الحشمة. فوشى به بعض الأشرار إلى الملكة أفيدوكسيا أنه يقصدها بالذات، فغضب واطمرت له الشر، وهيجت الملك أركاديوس عليه فأصدم أمرا بنفيه، فغضب الشعب وفار. ولكن القديس هدأ مشاعرهم وسلم نفسه للجند، فأخذوه ليلا إلى النفى الذي لم يستمر فيه إلا يوما واحدا، إذ حدث زلزال عظيمة هدمت جانبا كبيرا من المدينة. فارتعبت الملكة من ذلك وسعت لدى الملك لاستعادة القديس من نفيه في الحال. وهكذا عاد القديس بعد فرح بين فرح الشعب وتهليله، ودخل كنيسة الرسل بصحبة الأساقفة وبدأ يمارس مهامه الروحية. لم يدم هذا الصف طويلا، إذ غضبت الملكة أفيدوكسيا مرة أخرى بسبب عظاته النارية التي تستنكر الخلاعة والبذخ، وعزمت أن تعقد مجمعا للحكم عليه. وفعلا نجحت في أن تجعل المجمع يحكم بعزله ونفيه، فنفي بأمر المجمع والملك إلى مدينة كوكازا بأرمينيا. ولما رأوا النشاط هناك وحب الشعب له نقلوه إلى منطقة أخرى اسمها كومان. فوصل في آخر غمر، إذ كانت صحته قد تدهورت، فصلى وبسط يديه وأسلم روحه الطاهرة في يد الله الذي أحبه، فدفنوه هناك بعد أن ترك كتب كثيرة في العقائد وتفسير الكتاب المقدس، واجبات الكهنوت، وسير بعض المساك وبارك الصلاة فلتكون معنا، أمين. وفيه أيضا تنيح الأب القديس الراهب بولس بجبل دنفيق. ولد هذا القديس بقرية
دنفيق وكان والده فلاحا وعلمه مهنة النجار. ولما كبر بولس اشتاق للحياة الرهبانية وزهد العالم وما فيه وذهب إلى جبل دنفيق الذي هو قرب نقاد الحالية محافظة تينمس وترحب هناك متتلمذا على يد أحد الشيوخ هذا الجبل وكان بسيطا فأقاموه قصة ومدببا للإخوة فأحسن تدبيرهم بمخافة الله وقادهم في طريق الفضيلة والنسك. وكان قد بلغ إلى درجات عالية من القداسة فاختطف إلى السماء وأبصر الأسرار الغامضة ورأى الملائكة يسبحون الله. وحين أراد الرب أن ينقله إلى مواضع المياه الأبدي جمع الرهبان وأوصاهم بحفظ قوانين الرهبنة ثم تنيح بسلام فدفنه الرهبان بكرامة عظيمة. باقي الصلوات وصلوات الجميع فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be made worthy to hear and act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray concerning the holy gospel. Lord, have mercy. نذكرهم في صلاتنا وتلقاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نجيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا وقياماتنا كلنا سمسورة الجوالية مارو جاس من ديك بلسين تبيف لاوس او ماروز مارو فيت كي سدران تيني برسليم تيروس جي افكونو متيود ام بريتن عاليسو ابن افن دينيس وطنو افتين Oh,
Nebeke Vietros, Ben Yodi Metropolitis Ava Sera Abion, Nebinio Nebuskovos, Ava Eklimandos, Nebinio Nebuskovos, Ava Abraham, Nebinio Nebuskovos, Ava Kire. الأنبا أبراهام
وأبينا الأسقف المكرم الأنبا كيرلوس الرب يحفظ لنا حياتكم. لا يجلس أولا ويحسب النفقة، وهل عنده ما يكمله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله؟ فابتدى جميع الناظرين يهزؤون به قائلين أن هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل، أو أي ملك يمضي لمحاربة ملك آخر؟ أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما تم بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا يصلح لأرض ولا لمزبلة، بل يلقى خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. We thank our Lord and God Jesus Christ for granting us the joy of this day. That is a just joyful day to ordain a new priest. And ordination of a new priest is an indication of the success of the service of the church and the need for more servants to serve. And we thank God that is to grant us to have a candidate, which now is a deacon, Jeremiah. He was Karim, as you know him. Now he was ordained a deacon on Friday, on the feast of San Mina, San Mina Church. And he was born in 1981. This is the same year when I was ordained a priest. So it is. And he came to the United States in the year 2007. And he served in this church in the youth meetings and in the Sunday school and in teaching hymns. He worked as a pharmacist. And he, in 2008, he married to Sylvia. She is also a servant in this church. And they have three kids. Benjamin and Gabriela and Annabelle. So this is a blessed family, and we're happy that they accepted the call of God to them to consecrate their life
to serve the Lord. He is recommended by Abuna Morgos. We appreciate his service in this church. And as always say, this is indication of the progress and the advance of the service for need of more servant. And also he commended by his father of confession, Father David Elias. And also I received the commendation from you. His Grace Bishop Abraham came here and he also spoke with you about, and he presented the name to you. We are blessed today to have with us His Grace Bishop Eklimandos, the General Bishop in Egypt, and of course Bishop Abraham and Bishop Kyrillos to share with us in this ordination. And I particularly appreciate that is while the church still have a project of building, but they have the awareness about the real church is the people and the service. And even with this project, with all the burden of the project on the people, but you, as a wise congregation, accepted to have also a second priest to serve you. Because the service is more important than the building. Buildings will never bring service, but the opposite. The service, a successful service, which serves the people, which led the people to be encouraged and have and to continue for the project. So therefore, I always appreciate when churches have a project not to postpone things which is related to the service, because we have to wait until this project to finish. But as the project finish, well, people will be finished too. If there is no a continuous service. And that's why I appreciate this, and I hope that is you, your generosity can cover all the need of the church in the coming time. And we always trust God on that. We believe that is, so long as there is a service, there is a good service, then God will take care of everything else. نشكر ربنا في في هذا اليوم المبارك. في رسامة الدياكون جيريمايا وهو اختار اسم جيريمايا وجيريمايا ده النبي الباكي فبقول يعني انت متوقع صعوبات يعني تخليك تبقى الكاهن الباكي فكويس ان الانسان يبكي على خطاياه والانسان يبكي على خطايا الشعب والانسان يكون عنده حساسية لان ارميا النبي كان بيبكي لانه كان بيشوف الشعب ويبقى مشتاق قلبه بيشتعل ان عايز يشوف كل انسان قريب من ربنا. فكويس ان الكاهن يكون قلبه ناري مهتم بخلاص كل نفس. لان هدفنا في الخدمه زي دايما بقول ان نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. وارميا كان متخوف في البدايه لكن ربنا قال له ما تخافش ان انا هكون معاك. فربنا قواه رغم صغر سنه وشعور ان هو صغير امام المهمه الكبيره اللي كان ارميا النبي مكلف فيها. لان ارميا النبي كان مكلف بمهمه صعبه جدا انه في حصار حوالين البلد وفي نفس الوقت اورشليم ورسالته انه يقول للشعب ما تقاوموش ده عقوبه من ربنا ليكم. فطبعا الملك كان بيتهمه بعدم الوطنيه ان هو بيخلي الشعب يستسلم. عشان كده حبس وسجن ولحد ما يعني لكن كان ظل امين ان ينقل الرساله بامانه. يعني ربنا اداله امانه اداله رساله فهو امين في نقل هذه الرساله رغم كانت الظروف الصعبه اللي محيطه بيه. وده عمل الكاهن، ان الكاهن دايما يكون امين في تقديم الرساله. مش يقول للناس ايه اللي يريحهم. يقول للناس ايه اللي يفيدهم. يقول للناس ايه اللي يفيدهم. عشان كده ارميا لو كان عايز يريح الناس ويريح الملك كان قال رساله غير الرساله اللي كان بيقولها لهم بالنسبه لموضوع الحصار او السبي اللي كان مزمع ان يكون عليهم. لكنه كان امين في نقل هذه الرساله.
وكان أمين أن هذا الشعب أن يتوب ويرجع ويعرف ربنا باستمرار. فإحنا في الحياة دي إحنا محاصرين بعالم ومبادئه، لازم أن إحنا نكون أقوياء وملتزمين، ودورنا ككنيسة أن إحنا يعني نقود الشعب دايما في حياة القداسة وحياة البر. وأنتوا شعب مبارك مقدس، ولا شك أن هو يسعد أن يخدمكم ويسعد أنه يقودكم لحياة الكمال. احنا مش حياتنا بس احنا حياتنا بعيدة عن الخطية، لا، احنا بنسعى لحياة الكمال زي ما قال سيد المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل. الرسامة هتبتدي بعد صلاة الصلح زي ما انتوا عارفين، وفي ثلاث نقط مهمين أو ثلاث مراحل مهمة بالنسبة للرسامة النهاردة عشان تكونوا متابعين معنا. الجزء الأول اللي هو بعد صلاة الصلح، اللي هو فيه يقرأ التعهد وتصلى الصلوات، ثم يدعى باسمه الكهنوتي ويلبس الملابس الكهنوتية ويخش يخدم معنا في خدمة القداس. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني يمكن البعض ما بيلاحظهوش، بيبقى في الاعتراف الأخير بيمسك الأسقف الجسد المقدس على يده، وهو بيضع يديه على يدي الأسقف لأنه لسه ما يقدرش يقدم ذبيحة، ويودد وراه الاعتراف الأخير: أمين أمين، أؤمن أؤمن أؤمن. فهنا بيسلم جوهر الإيمان، عشان رسالة الكاهن أن يكون أمين في حفظ الإيمان. فالكنيسة وضعت في الطقس أنه يسلم هذا الإيمان من خلال الجزء بتاع الاعتراف الأخير بألف القداس. وبعديها لما بيجي يتناول بيقول: فتحت فمي واقتبلت روحا أو اكتذبت روحا، جزء من المزمور. فبينفخ الأسقف في فمه ويقول له: اقبل الروح القدس. زي ما السيد المسيح بعد القيامة نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتم عليهم أمسك. هذه نفخة خاصة بسر الكهنوت. طبعا كلنا قبلنا الروح القدس في سر الميول، وهو طبعا لكن دي نفخة خاصة بالنسبة لقبول الروح القدس في سر الكهنوت. وده الجزء الثاني. الجزء الثالث بعد ما بنخلص التناول وقبل ما بنصرفكم، في زفة بالنسبة للكاهن الجديد، ثم بيسمع وصيت الكاهن الجديد وبيلبس يستكمل ملابسه السوداء، العمة والفرجية، وكده يبقى انتهى الجزء خاص بالنهارده. بكرة إن شاء الله هيسافر إلى مصر عشان يقضي فترة الأربعين يوم في دير الأنبا بشوي كما تعودنا بالنسبة للكهنة اللي بيترسموا هنا في هذه الإباقشية. أنا بهتم جدا أنه الكاهن يروح الدير في مصر علشان خاطر فترة الأربعين بالنسبة للكهنة بتبقى فترة مهمة قوي في حياته، والارتباط بمصر، ارتباط بالأديرة في مصر، بتدي دفعة روحية للكهنة، لأنه فترة الأربعين مش بس فترة بيستلم فيها الذبيحة وبيسلم فيها الطقس بالنسبة للقداس، وده جزء مهم، لكن أيضا فترة روحية بالنسبة للكاهن. وطبعا إحنا مهما كان عندنا أديرة في أمريكا، لكن برضو نحب روحانية مصر وروحانية الأديرة من القرن الرابع إن إحنا نحمل هذه الروح. لأن النهاردة ممكن الكاهن بينشغل في الخدمة هنا، فرصة ان هو يزور مصر تكون قليلة زي الاول، فعلى الاقل تبقى البداية بالنسبة لهناك. ونشكر دير الانبا بشوي ونيافة الانبا سربامون اللي دايما بيوفر يعني كل سبل المساعدة في هذا، حتى ان مخصص في الدير راهب قمص مخصوص لو ابونا سربامون الانبا بشوي بالنسبة للكهنة اللي بيجوا من المهجر عشان خاطر يبقى في تركيز اكتر. طبعا بنشكر قداسه البابا طرادوس على محبته وعايته، ودايما الكهنه اللي بنبعتهم بيستضيفهم عنده في مركز لوبوس في اللي هو ملاصق لدير الانبا بشوي. بعد فتره الأربعين اللي هيقضيها في
مصر بيرجع. طبعا احنا عشان خاطر في ايام بتروح في السفر رايح وجاي فما بتبقاش يعني 40-40 يعني، وعشان خاطر كمان يلحق يجي قبل العيد، فان شاء الله قبل عيد الميلاد هيكون عندكم هنا، وفي طقس مخصوص لاستقبال الكاهن الجديد لما بيجي في اول عشية بيصليها في الكنيسة اللي هيخدم فيها. نرجو الله يبارك في هذه الرسامة ويبارك في هذه الخدمة ويبارك في هذه الكنيسة ويبارك في فيكم جميعا كأبناء هذه الكنيسة، يبارك في أبونا مرقس في لجنة الكنيسة في خدامها وفي شعبها، وتكون هذه دفعة قوية للخدمة في هذه الكنيسة المباركة. دلوقتي هنسمع كلمة روحية من نيافة الأنبا إكليماندوس، ولله المجد الدائم إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اشكر ربنا ان انا اكون معكم في هذا اليوم العظيم في تاريخ الكنيسه، كنيستكم الجميله بتشريف نيابه الانبا سيرابيون وطعم المقدس كل تواجعها، ومعايا الاباء الاصفى نيابه الانبا ابراهام ونيابه الانبا كرولوس المساعدين لي، وفي يوم تدشين اب كاهن جديد لخدمه المنطقه هنا، وزي ما انا عارف من سيدنا ان هو يبقى اكثر لخدمه الشباب اللي هو يبقى قريب منهم، وعن تجربة شخصية أنا أعرف أنه هو قريب من أشخاص كثيرين يعني. ربنا يبارك الخدمة دي وتجعلها تكون سبب بركة لكل مكان، وده تواضع من سيدنا نيافة الأنبا سيرابيون أنه يخليني أكلفني أن أنا أقول كلمة روحية النهاردة بعد الكلمة العميقة اللي سيدنا يتكلم بيها حاليا دلوقتي. إحنا نتكلم ثلاث كلمات بصورة خالص عن الإنجيل اللي سمعناه النهاردة مع بعض. إنجيل اليوم بيتكلم عن شروط التبعية لسيد المسيح. أول الأمر هو كيف تحب الرب الإله من كل القلب. أما يتكلم كده ويقول إن هو إزاي الإنسان يقدر كل شيء، كلمة البغضة اللي سمعناها في الإنجيل النهاردة في بعض الترجمات التانية هو يحب أقل، مش يبغض بمعنى إنه يكره الكلمة اللي إحنا متعودين عليها، ولكن بيبقى معناها إن هو تحب أقل، أي إنك أنت تقدم المحبة لله من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل مجهود الإنسان. ولو في محبة ازدادت على محبة الله، الله يقول له أنا المحبة دي ناقصة. الإنسان اللي بيحب السيد المسيح من كل القلب ويحب الله من كل القلب يستطيع أن هو يحب كل الناس، ولكن تبقى قدامه محبة واضحة وهي محبة الله في كل شيء. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة وقوة نحن نقدر العمق حتى نحيا مع بعض ولولاها المجد الجلال إلى الأبد. Can't ignore me, my neighbor.
مسلمين. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten and created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men for our salvation, came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit, and of the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, according to the scriptures. He ascended into the heavens, and sat at the right hand of his Father. And he is coming again in his glory, to judge the living and the dead. Who seen them shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life-giver, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church, we confess on baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Church of God and the Diocese of Los Angeles, the Beloved of Christ.
I bow before God, the Lord of lords, and the shepherd of the shepherds, and before his angels and saints, and before my father, his holy Pope Theodorus II, and my father, Metropolitan Serapion, and our fathers, Bishop Eklimandos, Bishop Abraham, and Bishop Kyrillos, and all the clergy and all the people, to be steadfast in the Holy Orthodox faith until the last breath, to respect the canons of the Holy Church, to keep all traditions, rites, religious customs, and teachings. I will make every effort to teach the people the true faith and lead them in a holy and righteous life, and to be an example for them in every good deed. I vow to love the flock and deal with the people with compassion and wisdom, and with pastoral care, be concerned for them in every respect, to the very last of my abilities. I will search for the prodigal and try to return to him. I will gather the scattered flock of God. I will not ignore the incapacitated, the rejected, or those who have no one to remember them. I will be patient, a long-suffering in dealing with all people. I will not show partiality to a chosen group, but be equally concerned for all. I vow to put Christ and his church before everything else. I will stay away from the love of money, loving the bigger portion. I will not boast over the people, nor will ever neglect them or overburden them. I will not order them against the commandment of the Lord. I will never reject the repentant when he returns to the church, but will serve him. I vow to submit to the hierarchy and the priesthood represented in the persons of His Holiness the Pope of Alexandria, and the Patriarch of the See of St. Mark, and His Grace the Bishop, the Metropolitan of the Diocese of Los Angeles, along with their eminences and graces, the Metropolitans and Bishops of the Church. To them I will give my respect and honor to their dignity. I ask the Lord to grant me strength through your prayers, so that I may fulfill the duties of this great office of honorable priesthood with honesty and integrity. Pray for me, my fathers and brothers, the saints, and metanoia for all of you. So please send this in God, Father, and God, and God. Christos, we thank you.
for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guard us, accepted us yourselves, spared us, support us, and have brought us to this hour. Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind, grant us humbly this holy day and all the days of our life in all peace with your fear. All envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, and the rising up of enemies within and manifest, take them away from us and from all your people, and from your servants, and from this holy church, and from this holy place that is yours. Nisi Islam ibn Nilori Sahneem Ma'unan. جئنا سبب قاتل بشيشنا إيهم يأجن يهم إن يأجيلين يأجن كي كم ترس أنت بقاشيني يا ليسون عام Kyrillos, 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 Kyrillos,
about with the Acts of the Holy Spirit. Dwell upon your servant who enters through holy altars, may he remember to meekness of power. He kneels before you who dwells in the heavens and awaits your heavenly gift, so he may be elevated from the being and took to the priesthood in the diocese of Los Angeles and its holy altar. Let us all ask for the Holy Spirit with them upon him. Amen. 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 Lord, make him worthy for the calling of the priesthood, so that in worthiness and through your love for mankind, may worship and serve your holy name and altar. Find mercy before you, O Holy God, for all mercy and compassion are through you, O God. And unto you is the all glory of your only begotten Son and the Holy Spirit, now and forever to the ages of all ages. Amen. All things by his divine word and cared for everyone, who is always looking to expand his holy church in the abundance of both works and deeds. To ask you to look upon your servant Jeremiah, who has been presented to become a member of your priesthood by acclamation, fill him with your Holy Spirit and the grace and wisdom to lead your people with purity of heart, even as you looked upon the needs of your people in the ancient times and commanded your servant Moses to select elders that you filled with the Holy Spirit, who to receive from you. Process us, نعم يا رب اسمعنا نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضا روح القدس النعمة غير المخلوق ولمنحو روح حكمتك ليمتلئ من أعمال الشفاء وكلام التعليم. يعلم شعبك بوداعة ويتعبد لك بالطهارة فكر نقي ونفس منسحقة لكي يكمل أعمال الكهنوت على شعبك. أما الذين يقترون إليه أيضا فليجددهم بحميم الميلاد الجديد. وأنا أيضا طهرني من كل خطية غريبة واعتقني مما يجب علي من ذاتي وسط ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. هذا لازم قول المجد والإكرام والعز والسجود الآن وكل أمضاء وكل أمين. أمين يا ليسان يا ليسان يا ليسان بالطبيعة يا رب علينا على خدمتنا وطهرنا من كل دنس ورسل من السماء نعمتك على عبدك هذا لكي يستحق من قبلك أن يكمل كهنوتك بغير اعوجاج ليفوز برحمك مع الذين أرضوك من زبك لأن الرحمة كائنة بإرادتك وعليك بك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. We call you and the church of God. Amen. As the holy altar of one holy Catholic and the apostolic church of God in the days of Los Angeles, beloved of Christ, amen. Amen. Jeremiah, Kahinan, على المسبح المقدس الذي دعا للأرثوذكسيين تابعان لبيوت يبشيرين ببنف ماي سواب ونوتي نوت أمين إفزما روتي جيف نوتي بيوت إيبان تكرة طول آمين Yeah.
اسمعنك كسرت الافاق تبص للذات رسامه الصائره لعبد الجرماي هذا مخبا بنور الروح القدوس عليه وقوم دعوه اختيار الطهاره في نعمه صباحك واقدرنا معه بالصلاه لكي نعمل ولا نرفع الوزن ولنا المعبود الذي نعمل مشيئتك منذ البدء ولد الوكيل الامين الحكيم في زور ربنا ولنا ومقدسنا يسوع المسيح اسلم ملوكك بكرام الصعود بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا before
stand. The angels are changes, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Look towards the east. You are the Aram, whom is stand the cherubim full of eyes, and the seraphim with six wings, praising continuously without ceasing, saying, let us attend. Holy, holy, holy Lord. كنحو أعماله
them by which they mystery, Your holy rest.
We praise you, we bless you, we thank you, and come from the heavens, also among the full of glory, also, and you get from what is yours for everything, concerning everything, and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, we oh.
Nimpis nafshe, inti et.
in Piniot in Zekios, Pinishti of Antonios, Nim Pithmi of Ababli, Nim Bishom Pithu Ababa, man.
is in Jerusalem forever, in Jerusalem is a place, and we too who are sojourners in this place, keep us in your face, and grant us your peace, and to the الخطايا عنا مستحقين
الإمام يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نثبتك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع عيوننا إلى فوق إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وكفانا ذنوبنا أعطينا اليوم وأقنا لنا ذنوبنا كما نحن أيضا من ذنوبنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح صار ربنا كما لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد Ah.
إيمان وبنوتي طيب بيخ القوم اسمي Savior Jesus Christ, our Lord God and Savior Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, took from our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary, the Holy Theotokos, Saint Mary, he made it one with his divinity, he made it one with his divinity, without mingling, without confusion, and without alteration, without mingling, without confusion, and without alteration. He confessed the good confession before Pontius Pilate. He confessed the good confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the holy wood of the cross. He gave it up for us upon the holy wood of the cross. Of his own will for us all. Of his own will for us all. Truly I believe. Truly I believe. That his divinity parted not from his humanity. That his divinity parted not from his humanity for a single moment, for a single moment, nor a twinkling of an eye, nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, given us for salvation, remission of sins, remission of sins, and eternal life to those who partake of him, and eternal life to those who partake of him. Tinahti, 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 tinahti. Je saitechen omis mi, amin. Je saitechen omis mi, amin. Amin, amin, amin. Concerning that, remember us in the house of the Lord, the peace and love of Jesus Christ be with you. Sing Alleluia, Salo. من أجل الفناء والمسلح طاقم من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية Yeah.
Amen.
Oh,
Allah.
الطاعن فضل الشعب أكباك مراسل ارفع شأن المسيح في مسؤولك كلها بشهد صلى القدس العظماء مريم والسلاسل العظماء المليون مخائيل وغبائل وفائيل كل مصاف الملاك والمسلاك والعباد والسواحل والصليب باركت ملاك هذا اليوم وملاك هذه الذبيحة باركت هذا الصوم الذي مخلصنا الصالح باركت القديسة العظماء مريم أولا وأخيرا بركاتهم ونعمتهم وحبتهم تلتقل مع جميعهم كريستوس في موتي امين اسشوقي ابغون تبي هيريني موينان بكيريني سمنان بكيريني كان النوفي اناني ووجي سوك تاتيبو نام بلونا بزمونا بأمره شائني امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا كريم القدس السماوات تتقدس اسمك يا ايتنا الكل تكتب مشيئتك كما في السماء كذلك الارض ربنا رزقك اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعوذ بالمجني علينا وادخلنا التجربه لكن الدين الشرير المسيح صار ربنا لنا في الملك والقوه والمجد نشكر ربنا على رسامه ابونا جيرمايا دلوقتي اكل الزكاه هيطلع فيه الصوره وبعد كده يعني بس الورق دول يجيبوا مكان عشان يعرفوا يلفوا يعني يسلموا على الدايره دي لسه هيتاخدوا الصوره الاول وبعدين Yeah.